ولرئيس السيسي. ده هدية من ربنا ده. اه والله الله يكون بعون، انا صعبان علي، لان في طفرة غير طبيعية حصلت لمصر بعد ثورة 25 يناير، والناس اتجننت بالفلوس والموبايلات والتكنولوجي، وما بقتش راضية باللي ربنا اسمه، فده مش كويس. لازم يخافوا على بلدهم، لان احنا في اشد المواقف قسوة، يعني في كذا جهة واقفة ضدنا، ومتغاظة من السيسي لأنه بيبني، ودايما اللي بيبني بيبقى مكروه. محمد علي عملوا فيه كده، الخديوي إسماعيل قالوا لا أنت دينت البلد ونزلوه من على العرش. فيعني عاوز أقول لك إنها موجودة في التاريخ، إن كل اللي بيبني بيحبوا يستبعدوه، لأنهم هم مش عاوزين إن مصر تتقدم. فالرئيس لازم ننتهز فرصة وجود رئيس عندنا زي السيسي، ونشتغل بإيدينا ورجلينا ودماغنا عشان نتقدم بسرعة ونعوض اللي فات ونبني للمستقبل. فهو بقى يحافظ على نفسه، دي رسالتي له، حافظ على نفسك يا ريس، وكمل في مشوارك واحنا وراك، وإن شاء الله هتاخدنا لقدام بإذن الله.